أن تجري الحق وتحب الرحمة وتسير بتواضع مع إلهك هو عنوان اللقاء الذي أقامته مجموعة العائلة المقدسة في قاعة كنيسة شهداء الأردن في مرج الحمام برعاية سيادة المطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن، الذي قدم محاضرة حول التحديات التي تواجه المسيحي اليوم، كما قدم الأب حنا كلداني راعي الكنيسة كلمة ترحيبية بالحضور. هذا اللقاء الذي يعقد في كنيسة شهداء الأردن في عمان هو لقاء لمجموعة العائلة المقدسة، وهي مجموعة منتشرة في رعايانا في الأردن تهدف إلى نشر الوعي الإنجيلي والحياة المسيحية ضمن العائلات المسيحية. وهذا اللقاء هو من أولى اللقاءات في هذه القاعة الجديدة وفي الكنيسة الجديدة كنيسة شهداء الأردن. ومن ثم توجه الجميع إلى الكنيسة للاحتفال بالذبيحة الإلهية التي ترأسها المطران اللحام وعاونه فيها الشماس يوسف فتال. وتحدث سيادته في عظته للعائلات إن التربية على الإيمان تحتاج إلى الصبر كمثال الصياد الذي يقبل كل شيء في الشبكة. احنا قلنا بالمحاضرة إنه الله ما بده قديسين جاهزين، توجب الجاهزة سخنها وبتاكلها. الله بده خطأ احنا بيشتغل عليهم بيظبطهم. وخلال الذبيحة الإلهية رفعت الصلوات على نية العائلات والكهنة لكي يهبهم الرب القوة لخلاص النفوس ولأجل الدعوات الكهنوتية لكي يكونوا صيادي بشر في حقل الرب. كان موضوع اللقاء التحديات التي تواجه المسيح اليوم، وتكلمنا عن ثلاث تحديات أساسية. التحدي الأول هو عقلية الأقلية أمام الأكثرية وما ينتج عنها من خوف وانعزال وتقوقع، وكان الحل لهذا التحدي أن لا نخاف وأن نكون بالفعل ملح الأرض ونور العالم وخميرة العجين. التحدي الثاني كان الحياء البشري من إعلان الإيمان أو من المجاهرة بالإيمان أو بعلامات الإيمان. وذكرنا قول سيد المسيح: من أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. والتحدي الثالث كان عدم مطابقة الحياة مع الإيمان، أي نؤمن بشيء ونتصرف بعكس ما نؤمن به. وكان المفروض أن يتصرف الإنسان المسيحي كما يؤمن ولو أنه ضعف في بعض الفترات، إنما يطلب من الله النعمة كي تكون حياته شهادة لما يؤمن به. الموضوع اليوم كان هو الإصحاح السادس الآية الثامنة من النبي ميخا، وهو أحد الأنبياء الصغار وسادس الأنبياء الصغار، يتكلم عن العدل ويتكلم عن الرحمة ويتكلم عن المحبة. والهدف هو إيضاح دور النبي في على العهد القديم ودور النبي الآن، ودور النبي هو أن يسير عكس التيار وأن يلفت نظر العالم إلى أن أولوية الإنسان هي الله تعالى وليس الأمور المادية، أولوية الإنسان هي رحمة الإنسان ومحبة الإنسان وليس أن يظلم الإنسان. يعتبر اليوم هو اللقاء الخامس لمجموعات العائلة المقدسة، له أهمية بأنه هو عبارة عن لقاء سنوي اللي احنا تعودنا عليه برعاية سيدنا مارون، أنه نلتقي مع بعض، نصلي مع بعض، نتأمل مع بعض، ونطرح بعض التساؤلات اللي بتهم العائلة المقدسة كحركة وبتهم الأسرة المسيحية أفراد ويعني أفراداً وعائلات بشكل عام بالأردن. طبعاً اللقاء تحت رعاية سيدنا مارون الرحام اللي هو دائماً بيهتم بالعائلة المقدسة، بدعمها دائماً وبيعطيها جزء كبير من وقته وبيهتم بالعائلات الموجودة فيها، وإشي كتير حلو. وبندعو الجميع إنهم يكونوا ضمن فعالية تهتم سواء كان بالعائلة أو بالأشخاص أو بالأفراد، المهم إنه إحنا نضل دائما تحت ظل الكنيسة وتحت رعايتها وحمايتها دائما. شكرا لنورسات اللي دائما بتغطي كل الفعاليات وعلى يعني عتم استعداد لتلبية نداءنا بأي وقت من ندي. شكرا كتير لكم. نتأمل إنه اليوم نطلع بمخرجات من هذا اليوم الروحي حتى نستفيد ونفيد العائلات ومجتمعنا في وطننا الحبيب. وبعد القداس اجتمع الحضور حول مائدة محبة لتناول الغذاء معا، ثم اختتم اللقاء بفقرة ترفيهية مع الفنان القدير نبيل صوالحة.